تعبنا، احنا ما غلطناش لحد، احنا اللي وقفنا مع الحكومه في 25 يناير، واحنا اللي وصلناهم لغايه بيوتهم في الشرقيه. الشرقيه دلوقتي يا شرقاوه، خدوا مراتي اللي من الغورين، خدوا مراتي اللي من الغورين، وانا يعني مش عارف اعمل ايه. يعني هي مراتي دلوقتي لو مؤاخذه هتنفعكم في ايه؟ ومرات ياسر هتنفعكم في ايه؟ وام ياسر هتنفعكم في ايه؟ انا امي ماتت، خلاص ما عنديش حد ابكي عليه، حتى عيالي اللي بيلعبوا الببجي ما بقتش ابكي عليهم. دلوقتي انا عايز اسمع كلمتين منكم، انتوا راضيين على الذل اللي احنا فيه ده؟ احنا بنقول عبد الفتاح السيسي يسقط، بس احنا بنقول عبد الفتاح السيسي يسقط وحكومه مقبوله.